بداية أهنئ كل أهلي على هذا الصرح الطبي الجديد اللي يشمخ في مدينة نينوى، وبعد ذلك أهنئ القائمين على هذا المستشفى من إدارة وأطباء وممرضين وكل الكوادر الموجودة. هذا الصرح حقيقة مبعث فخر لكل أهلنا، وأمنا أن نشوف نينوى مكتفية ذاتيا من حيث القطاع الصحي. ما نحتاج إن شاء الله أن نروح لمحافظات أخرى أو إلى خارج العراق، لدينا من الكفاءات الطبية اللي فريدة من نوعها، وكثير من المحافظات تعتمد على أطبائنا في مستشفيات. الحقيقة أنا أشكر السيد المحافظ أخي أستاذ نجم الجبوري لحضور افتتاح مستشفى المدينة الأهلي. مستشفى المدينة الأهلي في مدينة الموصل راح تقدم خدمات لكل الناس، وفيها قسم الطوارئ وقسم الجراحة والنسائية والتوليد والعظام والكسور، وفيها الصيدلية وطب الأسنان والمختبر والأشعة والتجميل، كل العمليات الجراحية الحقيقة التخصصية والمتنوعة موجودة في هذه المستشفى. وأيضا ما يميز هذه المستشفى أن فيها معايير وزارة الصحة، وهي تساند دائرة صحة نينوى وتقديم الخدمات للناس في هذه المدينة، وأيضا فيها أسعار منافسة ومناسبة، وأيضا هناك أيضا تقديم خدمات بالمجان لبعض العيادات ولعدد من العمليات للفقراء بنسب معينة. احنا في هذه المستشفى ان شاء الله نحافظ على الخدمات العلاجية والتشخيصية الصحيحة، ونتمنى من الله التوفيق للجميع ولجميع اهالي نينوى. بداية نبارك للدكتور مزاحم الخياط بصفته كنائب وبصفته كدكتور وبصفته كمواطن من اهالي المدينة على هذا الصرح الطبي، بصراحة الذي يعتبر فرصة كبيرة لأهالي المدينة أن يكون هناك مستشفى بهذه المواصفات الفنية وتقنية عالية ووجود عدد كبير من الأجهزة المتخصصة. المدينة تحتاج إلى مثل هذه الفعاليات. صحيح الحكومة المحلية قد بدأت بموضوع الإعمار والخدمات، ولكن تبقى هناك يعني كثير من الخدمات الاستثمارية التي تحتاج إلى المستثمر من أجل أن تكون عملها يوازي عمل الحكومة المحلية في موضوع الإعمار والخدمات. وإن شاء الله الكثير من الفعاليات المستشفيات الأهلية إن شاء الله يكون افتتاحها بالقريب العاجل، حتى تكون تدعم قطاع الصحة في محافظة نينوى، لأننا نحتاج إلى الكثير من عدد السرة. قبل داعش كان عدد الأسرة بحدود 3700 سرير، وكنا في وقتها نحتاج إلى بحدود 50% من هذا العدد، وبعد عمليات التحرير كل هذه العدد الأسرة أصبحت خارج الخدمة، وبالتالي أصبح عدد الأسرة في المستشفيات هو بتناقص كبير نتيجة قبل داعش وكذلك ما دمرته عصابات داعش الإرهابية. اليوم الحمد لله الحكومة المحلية تقوم بإنشاء العديد من المستشفيات، سواء في مجمع الشفاء أو كذلك مستشفى 200 سرير سيعلن في القريب العاجل، إضافة إلى 4 مستشفيات في الأقضية والنواحي. إضافة إلى ذلك هناك عديد من المستشفيات التي كانت متوقفة عن العمل تم استئناف العمل بعد زيادة الكلفة واحتساب نسبة الاندثار فيها، ومستشفى ربيعة ومستشفى اللعفر، مستشفى الولادة 200 سرير.
اليوم صحيح الموصل تحتاج إلى فعاليات كثيرة في الجانب الصحي، ولكن مع هذا نرى أن هناك حركة دؤوبة وكبيرة من الحكومة المحلية وكذلك من المستثمرين الحقيقيين الذين بدأوا يقيمون مثل هذه الفعاليات في مدينة الموصل ومحافظة نينوى. نحن مدينة حضرية نستطيع أن نجلب كل المستثمرين المساهمين إلى هذه المحافظة التي فيها مقومات حقيقية. من أجل كل هذا عملنا، نحن نعمل سواء كحكومة محلية، كأعضاء برلمان، كسياسيين الذين قلبهم على المدينة، نعمل بروح الفريق الواحد. الهدف هو أن ترجع نينوى وهي المحافظة الأولى. تم افتتاح هذا اليوم المستشفى المدينة الخاص الذي يتخلله عدة تخصصات نادرة. بهذه المناسبة تم يعني اكتفاء مرضى الموصل والحمد لله من الذهاب والسفر إلى خارج العراق أو خارج المدينة لما يقدمه هذا المستشفى من أجهزة ومن كوادر طبية كفوءة وخدمة نادرة. هذا الصرح العملاق هو مستشفى أهلي، لكن بمشاركة أطباء وبنظام يعود فائدته إلى المواطن العراقي وبأسعار تنافسية ومناسبة للمواطن الموصلي. ندعو كافة الشركات الاستثمارية الخاصة بالقطاع الصحي بالبدء بهكذا مشاريع، لأنه هذا يعود بالفائدة إلى القطاع الاقتصادي والقطاع الصحي لنينوى. هذا المستشفى العظيم اللي هو يعتبر تجربة رائدة في محافظة نينوى يغني أهالي الموصل عن السفر إلى خارج القطر للعمل لإجراء الفحوصات والعمليات خارج المحافظة وخارج القطر. السعة السريرية للمستشفى 50 سرير، هناك صالة 6 صالات عمليات، صالة عناية مركزة وصالة خدج وصالة ولادة طبيعية، وهناك صالة لعمليات القسطرة التداخلية والعلاجية ستفتح قريبا إن شاء الله. بالنسبة للأسعار، الأسعار لا تختلف عن أسعار بقية المستشفيات الأهلية في محافظة نينوى، ونحاول تقديم أفضل الخدمات العلاجية والطبية والفندقية لأهالي المستشفى.